بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. الدرس الثالث والأربعون من كتاب المقدمة الأجرومية في علم النحو وفي القواعد العربية للشيخ محمد بن داود السنهاجي رحمه الله تعالى. باب ظرف الزمان وظرف المكان. هذا كان باب ظرف الزمان. ظرف الزمان كي وظرف المكان. ظرف المكان كباب كي كان هذا محل ومبحث. ظرف الزمان وظرف المكان وحال يسكي مفعول فيه ما عاكرن ويلي مفعول فيه. شن مفاعيل باجرت المفاعيل خمسة مال مفعول واشن مفعول به وهذا مقعاء له مفاعيش مفعول واشن مرقى وحالة. المفاعيل خمسة مفعول واشن المفعول به ويسوق مقعاء له لابو. المفعول المطلق مصدرنا الليلة. المفعول المطلق مصدرنا لده مصدر ومفعول كلمات. المفعول فيه مفعول فيه أو ظرف الزمان يا ظرف مكان مفعول فيه بعلم وصدح. كأفراد المفعول من أجله. كأفراد المفعول من أجله من الأسماء. المفعول لأجله لا أما المفعول له صدح مقعب عليه سار. المفعول من أجله المفعول لأجله المفعول له أسكم مقع وأسكمت. كشناد المفعول معه شنتاسا وحال يسكير هذا. المفاعيل الخمسة مفعول لذا شنتا مفعول به مفعول مطلق مفعول فيه مفعول من أجله مفعول معه. مفعول به سو مقع من مفعول مطلق ومصدر. مفعول فيه نوع ظرف الزمان هي ظرف مكان. مفعول من أجله مفعول معه نوع يسوع صعبا. ظرف الزمان هي ظرف مكان مركي لقاه لدور مسألة اللغة لا تعريف إلا قيحة الظرف ظرف معي لغة واصدلا حد ظرف الزمان لقاه ظرف مكان لقاه واي وحاكلا مدكست أقسام تقوله قيبها أوله. ظرف الزمان قيبوله ظرف مكان قيبوله. أمثلة ذي إعرابك حكمك باب كان باب أحان منصوبات الأسماء حكمك هو النصب. لكن هو الله وليه بأجري دونه فيجيب جره بحرف الجر هو حرف الجر لغوه صديقه جرعون للنسبين دون. لكن حكم أحان باب هو منصوبات الأسماء. الظرف لغة الوعاء ويلين بعدها الظرف لغة الوعاء ويلين ويل ويل. الظرف لغة الوعاء ظرف اللغة العربية وويل ويلين وي. أما إصطلاح النحاة ظرف الزماني ظرف مكان ما أكل قاضين. الظرف كلمة ذاس سأدرت عرب تقار الظرف بخشدي ويقانه بخشدي صور قدكم يخيط في الظرف ورقة يقوله في الظرف ورقة بخشدة ورقة باكوجرت. الظرف وحينا الظرف بخشدة وقضاه الورتي. الظرف اللغة الوعاء وي حاجة إصطلاح لبو قيب سما ظرف ظرف الزمانية ظرف مكان. قال الشيخ وحي رحمه الله تعالى ظرف الزماني زمان كذرف كيسو. ظرف الزمان كمارك الله بعرهم بوكال الله فيه مذ زمن بوكه الله وقت سيدا يوم معلن شهر بلئ سنة سنة وحوكه الله زمن إيه وقت من وحوكه الله مكان يا بوس أمام هرت هذا أمام كأي وراءك قداش هذا يمينك ميدك تهدي شمالك ميدك تهدي فوقك كرك عقي تحتك هوس تهدي بوس بوكه الله مكان لا بد على سكري. ظرف الزمان ظرف الزمان هو ظرف الزمان اسم الزمان الزمن مجيء المنصوب اسم الزمان كاسو المنصوب الله كردي بتقدير في
سيدان كتابك او قرنت لو دين ماي بتقدير معرفي معرفه سوغله او معني لو ديو المنصوب هو لكردي ظرف الزمان بتقدير يفي دخل معنى ما كدري او معني لو ديغا معنى معني المنصوب هو لكردي بتقدير معرفي في معنى هذا لسو قدري في معنى هذا في رهب في دي هذا ماشي انت في وهو من حروف الخفض كما يسمى وحروف الخفض وهي من والى وعن وعلى محاكي وفي في هذه ما شاء الله كان هذا وحي وخاص لي في لما رأى في معنى هذا محو أنجل أذر فيه ويلين ماركي لو ده الضلاب أردادي في المسيدي مسجد كي كنت أحدنا مسجد كي ويلي سمع الماء به في الكوزي أشونك دحلي ساعة بيها يا ويلي ويل كان أشونك واي أما وحاتر أحمد وأحمد في السيارة تباورك كل حجرة صوما في ذي معنى هذي بعض الله في ذي لفظي هذي لمرة معنيه معنيه أولين تكو قد جيرك ذرف الزمان هو ذرف الزمان اسم الزمان الزمان مقعيوي المنصوب الله كردك بتقدير معنى في معنى هذان اللي سوى قدري نحو اليوم ما انتوي صمت اليوم ويمرات كفير هذا عامل بتسوى قدرين وارت مركو الفادة فامي اليوم ما انتوي والليلة تعاوي نوا وقت وغدوة كالها ديوي وبكرة رورتي وسحرا صحورتي وغدا بالريوي وعتمة عشاء جيل مال بوديه دي شخ ووقت عشاء غالبا باديه اي جيل مالان مركو ياسكو مذوبادو وشافقو دعو يا عتمة عشاء جيل مال ده إنك سوى حديثنا هي قصة أراري وجيرو ربادي يا سيدين كغالب نقول إن صلاة عشاء وقت ما جعيضو عتمة هكو ما جعامنا وعتمة عشاء جيل ما وصباحا صباح دي وي ومساء قربتي وي وأمدا ولقيد وي وأمدا ولقيد وي وحينا وقتي وي وما أشبه ذلك وحاوحي شبه ذرف الزمان شيء الفاضل هذا ركتو كشيء ما قرث لبيه طوان اريبو شيء لبيه طوان لفظي لبيه طوان كان لفظي ذرف الزمان وي والله قرني وحانا قدر المعنى في معنى هذا قد في ذي هكير ماشي في لما كينا معنى هذه معنى ذرف الزمان هو ذرف الزمان اسم الزمان الزمان مقعيوي اسم سؤال منصوب الله قرني آية بتقدير معنى في معنى هذا لسوى قدر نحو اليوم صمت اليوم ده طفير صمت وحان صمى اليوم صمت فعل وفاعل حد الفعل صم مبني على السكون لاتصال بضمير رفع المتحرك وتاء فاعل صم مبني على الضم في محل رفع اليوم محل شاهد كيود محل مراد وبيت القصيدي اليوم وحاده مفعول فيه وحاده كرت وحاد كرادي كرت اليوم ظرف الزمان ظرف الزمان منصوب على الظرفية اليوم ظرف الزمان منصوب على الظرفية اليوم ظرف الزمان منصوب على الظرفية وعلامة نسيف العط ظاهرة في آخر صد حدان فأنا انتكر وعلم الليلة نوعات جلسة اعتكفت وان اعتكاف الليلة تحلي اعتكفت وان اعتكاف مسجد كان كنا قاذي الليلة تحلي اعتكفت في عليا فاي الليلة مفعول فيه وادي كرتا وحالك وادي كرتا الليلة ظرف الزمان ظرف الزمان الليلة ظرف الزمان منصوب على الظرفية وعلامة النسي فضعة ظاهرة في آخر واي طيب وحد كرات سوق أبسان كرتا صباحا مساء مثل كي أضربت وصل القدار الترين كما نسوه قاعدة بنا أنك مساء انقلبتي ضايع وصل فعل ماضي بعدهم من عرفة لا محله من الإعراب القدار فاعل وصل مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره بناء الباء حرف جر ناقص مجرور بالباء من على سكون في محل جر الجار والمجرور متعلق بوصل مساء مراد كيوي مساء ظرف الزمان منصوب على الظرفية وعلامة النسي فالحط ظاهرة في آخره
ظرف الزمان هو ظرف الزمان ظرف الزمان ظرف الزمان زمان كظرف كيس ظرف الزمان واسكو قبانه ظرف الزمان ظرف الزمان كي هو يسوي اسم الزمان زمان كمجعي ويا المنصوب الله كردغاي بتقدير معنى في معنى هذا لسوء قدر نحو اليوم ما انتوي صمت اليوم ما انت صوم صوم حقي دحاي ما انت دحاي صوم كيا ويلي ما انت صمت يوم الخميس با ما انت الخميس تاع صوم صوم غورمو دح ما انت خميس ما انت صويريس ويلنت اليوم ما انت الليلة تعاو اعتكفت وانا اعتكاف الليلة تعاو اعتكاف وحود اهبين كدحديس وغدوة كالله هذوي وبكرة ناروتي وسحرا سحورتي هراب نوين نحن سوانا دقار هراب حلق الله سحورتو وغدا بري وعتمة عشقية المال وصباحا صبحي ومساء انقلبتي وابدا ولقيد وامدا ولقيد وحينا وقتي وما اشبه ذلك وحاوي عشبه فيرهم ذرف الزمان كالله لو قيبيا ظرف الزمان ينقسم الى قسمين مختصي مبهم ظرف الزمان ما يقول قيب سما لو مختص مختص اذا كان مغتير مد قاروي مد خاصوي قوني مبهم مد قرصوم اري اهاوي مارك وحادي ظرف الزمان وحو قيب سما لو مختصي مبهم مختص وميم خطا صاد مبهم ميم باها ميم مختصي مبهم فير هذا مختص ومحاته مبهم محاته مختص محوية المختص هو ما دل على مقدار معين محدود من الزمان مختص وحاله وحوته سيا قدر زمن قدر وقتي وحديدا وحديدا ووقتي محاكم إذا أشار بال بشوى سودنبري بلاها إسلام كما لواتن إسلام بري سوما سودنبري أما لواتن إسلام بري كاو حدي مختص لماذا؟ لأنه دل على مقدار زمن معين محدود وحوت زي الزمن قدرا جانقا أو مقعابا أو حديدا وعاتره اليوم ما انتاتر ما لنا والزمن قدرنه وحددنا من ضلوع الشمس ويكمل أتمانة قارة وحينا من ضلوع الفجر فجركم مركون نشو قارة من ضلوع الشمس وراحة نرشد إلى غروبها نعدة انت أصابنا ما قرأت سيدي غربها ما غربها عاوة إنك مركة قراءة هذا على السبت يمين سبت أنجلي الناس وما هبين جمعة يوية قانا وورر ماذا كان هبينك وحيوها يستعنوا كم بالله منها اللي حسع من نايتك انت قارس وحلولا مال بلوجة ولا ورمالي هبين هبين باهر عاوى السبت انك ياك السبت ومانا غنى وحيقول لها هبين جمعة حلوك الله جمعة انه هبين خميس هنا قدالوا بيصعوا ما قرأت مركب يوم مالين ودبر معتد لك والله بيعتبر صعب ودبر واكب من ضلوع الفجر سادر او من ضلوع الشمس الى غروب الشمس واي اسبوع وويك وتدبر سنه لبيه تومبلو وحي نوع عاصم مختص بالله زمن بوكو تسي حديدا او مقعابا او جانقا زمن كام السنه النقطه او معلن هالنقطه أما ساعة هالنقطة أما ويك هالنقطة أما بل هالنقطة كان مختص بالله ما دل على مقدار قدر معين مقعابا محدود حددا ومن الزمان مبهم يا مبهم يسوي حاليا ما دل على مقدار غير معين ولا محدود وحددا كما تصي وحددا ما له مبهم كما تصي وح قدر له وح جانقا وحديدكم التصيب المبهم هو ما دل على مقدار غير معين وحوتس يا قدر عن عينين هو ما دل على مقدار غير معين ولا محدود هو ما دل على مقدار غير معين ولا محدود وحوتس يا قدر عن عينين
أنا حدينين محا كمية فيه ده الحين وقت بقى كمية حين وقت مركا دافير وقت أما بلبا كلمة حين اللي قم يفهم حين وقت أما ساعد با اللي قم يفهم حين محل معلم با اللي قم يفهم حين مويق با اللي قم يفهم حين وقت هلا تاع على الإنسان حين من الدهر وإله بني آدم كوقت با صومري ألا وأوقيا حين كوحوها لكن أنت هذا جرادوم يا القرنسة ها ووحي الله يوقي مركك اللغة العربية هان لفظي حين إلهي سوى كستوى أوقيا سبحانه وتعالى لكن بني آدم هي اللغة العربية حين وقت قوان مالح حين إنه روح أنه يلقس دايا لك ساعد حين وقت صدرت النبا وحكم وقت عن سوء إيمان دنا ذاك هذا كلام حلا وقت إيشك سما إن وقت بكير فيه وقت عن سوء إيمان وقت ما بالكذبة مساعد كذبة وحنا نروح عربينا الله يروح كله عن صوع صما عن صوع وبلو كله تجاه أي وقت مرك حين وحلم ذا أيد زمان زمان زمن زمن كو انتو يا لما قرنا زمان لكن زمن بانو يسكو دمياتي زمان ما بالكور بايدن كو يستي مسنوين با مقدار معين ما كان مبهم باليه لما ضوضا يسكو در فيرها ذرف الزمان كمختص كي سواكا كو توصية مقدار معين مبهم كنا كما توصية قدر قوان لما ضوضا با ينصب على الذرفية ظرف نما لغو الناسبين كليهما لبضوضة مختص كظرف الزمان يموهن كالبضوضة ومنصوب مختص كظرف الزمان يموهن كظرف الزمان كالبضوضة ومنصوب ظرف نما لغو الناسبين ظرف الزمان نما مختص كظرف الزمان يموهن كالبضوضة ومنصوب على الناسبين ظرف الزمان نما لغو الناسبين ظرف الزمان هو ظرف الزمان اسم الزمان زمان مجيء المنصوب لقرده بتقدير معناه في معنى إذن لقدر النحو اليوم أنت والليلة تعاوي وقدوة كالهاد وبكرة أروتي وسعانا صحور وغدا بالري وعتمة عشق المال وصباحا صبحي ومساء قلبتي وابدا ولقيد وامدا ولقيد وحين وقتي وما أشبه ذلك وحاوي حشبه وظرف المكان فينا وظرف المكان هو ظرف المكان اسم المكان بوس مجيء المنصوب لقرنك بتقدير معنى في معنى هذا القدر واي ضايق نحو أمام هريوي وخلف قذالوي وقدام هريوي ووراء قذالوي وفوق كروي وتحت وصوي وعند أكتوي وعند أي عندك أكتاذوي وإذا كو آدن ويميل كو آدن مقابلة وحذاء مالقى كو آدن وكو قابل صنو وتلقى مالك كو آدن وثم ماشا أسوي بفتح ثم ثم هذا ضاو ثاو قد حرف عظف بكان نقول اسم من نقول ثم لكن واسمي وثاو قرني أنت واسمي وظرف زمان وظرف مكان وثم ما شاس وشيخ حنا ديجا وثم ما حاس وهنا هلك وما اشبه ذلك وحاوي حي شبه ظرف المكان شيخ وحوش صدح يا طبن لفظ دي ويسا صدح يا طبن لفظ امام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند وإذا وحذاء وتلقاء وثم وهنا وما اشبه ذلك فيرهد وادبيري وظرف المكان هو ظرف المكان اسم المكان مكان يبوس مجيء ويا المنصوب لقرنك هاي بتقدير معنى في معنى هذا لقدر النحو أمام هري وخلف قلال وقدام هري ووراء قلال وفوق كر وتحت هوس وعند أك أي عندك أكتر وإذا أملك أدرك قابل سن
وحدة ملك وادنا كقابل سن وتلقى ملك وادنا كقابل سن وثم ما شاس مال فوق إشارة للمكان البعيد بله وحلا إشارة مال فوق وثم ما شاس وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ثَمَّ يَثُمَّ كَلِدْ يَثُمَّ وَثَادُ قُذَنْتَ وَحَرْفَ عَضَفْ ثَمَّ ثَادُ قُرْيَانْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ رَوِي ظَرْفُهُ ظَرْفُ مَكَانٍ وَاسْمٍ وَثَمَّ مَا شَاءَ وَهُنَا هَلْكًا وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَحَوِيحِ شَبَهٍ أمام جملة سوقي لهذا جلست أمام الشيخ شيخ أورتي سان فريستات جلست وان فريستي أمام الشيخ شيخ أورتي جلست فعل وفاعل حد الفعل جلس من على السكون اتصالي بضمير رفع المتعرب وتاو فاعل جلس من على الضمير في محل رفع أمام ظرف مكان لهذا أمام ظرف مكان أمام ظرف مكان منصوب على ظرفية وعلامة النسيب فضحة ظاهرة في آخره أمام ظرف مكان منصوب على الظرفية وعلامة النسيب فضحة ظاهرة في آخره أمام مضاف الشيخ مضاف إليه مجرور علامة جره كسرة ظاهرة في آخره وخلف سار المشاة لقليدي ويسع خلف الركبان كو حسارا قداشه سار فعل ماضي من علفة لا محل من العرب المشاط فاعل سار مرفوع علامة رفع ضمة ظاهرة في آخره خلف ومراتي خلف ظرف مكان منصوب على ظرفي وعلامة رسي فضعة ظاهرة في آخره خلف مضاف الركب المضاف إليه مجرور علامة جر كسرة ظاهرة في آخره ما شاء واسع ذي الشرطي نكي بوليسكا قدام الأميري مدحوينة هورتيس وايا وايس كمثال تصار ما شاء فعل ماضي لمبني على فضعة مقدرة على الألف منع من ظهوره التعذر ما شاء فعل ماضي مبني على فضعة مقدرة على الألف منع من ظهوره التعذر الشرطي يفاعل ما شاء مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره قدام ظرف مكان بلادكو هلكا قدام ظرف مكان قدام ظرف مكان منصوب على ظرفية وعلامة النسيب فضعة ظاهرة في آخره قدام مضاف الأمير مضاف إليه مجرور علامة جره كسرة ظاهرة في آخره ظرف مكان كينا لبو وقيب سمي سيارة مختص إيه مبهم سيارة سيدي وكرا لبو وقيب سمي مختص إيه مبهم محويها مختص كيس مختص كيس وحالة ما له صورة وحدود محصورة وحيلا موقال أما حد كوبان سوهدين كوبان وحديسان وحديس وعي كوبانت مثل الدار قري وكال قري وهدي قولكوا أفر متر بالغو ديسو ما ما عاد كان هذا انتو كوفا ديسو لما قرنا باص بهدو تلغو ديسو ما هما كعبر المسجد مساجد حدود كوبان بوله مسجد كان والله باص بالغو ديسو ما هل باص ما مسجد كان واصدح باص وعفر باص وحل باص حدودي سما كوان تام سما كوم واي كوان غوريغا سيدو كلا غرفه قولكو متركي سما كوم وخي نوعاس وحالا مختص ما له صوره وحدود محصوره حد يسودين كوان بوله ما له صوره موقال بوله وحدود سودين اي حد محصوره كوان كا وحالا مختص مبهم كيبا صوحن مبهم نوحالة وظرف مكان مبهم كظرف مكان ما ليس له صورة ولا حدود محصورة حد كوب الملح حال لو قلت وانت عسو كيلو متر لما جرت مثل محاكم إذا وراء قضال في رهد وراء قضال مركز ضهد هبل واي جدًا بجدال بات جدال شوف شيءي ماي سفير إنه هل تاكك كادم بي إنه هل ردون كادم بي
inuu hal kiilomitir kaa dambe, midka hal kiilomitir kaa dambeeya fiir waa waraa, hal taakaka kaa dambeeya waa waraa, magaalada magaalada ka dambeysa waa waraa. Waraa marka xad kooban ma leh. Gurigan waxaan lahayn markii hore waa hal boos, xad kooban way la cabiray. Waraa wax cabiran ma aha, amaama horay salaa halkaa baari idinka baa ayaa jirta. Laa tusalluu ila alquburi walaa tajlisuu calayha. Nabigu waxyaaluhu naayey waxaa ka mid a sallallahu calayhi wasalam, laa tusalluu ila alqubuur, xagga qubuurta ha u tukanina, masjidka qabriyuusa ka horeyn. Marka ma in xad ah, maxaalan dhihi masaajidka qabriyuun ka horeynba, inaan sida hadda loogyahay innaka masaajidkan aynu ku soo tukanay soo mahayn horeydaa, haddii la soo qubuur nagaba horeyso haba naga fogaatee, qubuurba naga horeysa mase nagama horeysa, xad intee la eg baa marka la diidaya? Masaajidka inuu ku dhex duugan yahay waa la diida horta, masaajidka inuu ku dhex duugan yahay waa la diid, mixraabkiisa hortiisa in la dhigo waa la diid, ma garas in intee la eg baa la sii diidaya. Meesha darfu makaanka fahmidiisa ay u baahantay, waad fahmi amaama horeydu, amaama horay markii le iyo waraa'a gadaal xad ma leh, magar ma faham. Marka kutub badan baa masalada ka hadla, waad fiirin doontaan insha allah. Marka mukhtaskiisa, mukhtaska darfu makaan maa lahu suuratun wa xuduudun maxsuura, xadiisu waa koobanta. Mubhamkiisana maa laysa lahu suuratun walaa xuduudun maxsuura, ma laha suuro iyo xad go-an. Mubhamka darfu makaan waayo xukumka, marka muhiimaddu waa halka. Darfu makaanka waxaa la nasbin keliya fiiriha, darfu makaan soo mukhtas iyo mubham ma lahayn, mukhtaskiisu waa kale xad kooban, wax xadaysan, wax soodimaysan, wax xad kooban leh, qadar go-an, qadar jaan go-an. Mubhamna ma laha xad go-an. Darfu makaanka waxaa un la nasbin mubhamka keliya, midka aan xadda lahayn, ka xadda lehna fayajibu jarruhu bixarfi ljar, xarfi jar baad ku jiraysa. ictakaftu fi lmasjidi baad dhihi, ictakaftu lmasjida ma dhihi karta. Qur-aanka wa antum caakifuuna maxaa ku xigay fi lmasaajidi. Mukhtaska darfu makaanka lama nasbiyo, xarfu jar baa lagu hoos dhigaa, mubhamka keli. Darfu makaan waxaad u nasbinahee mubhamka keli, midka aan xadda lahayn, midka aan xadda lahayn. Oy ka mid ahayd amaama iyo waraa, jalastu amaama shaykhi, jalastu khalfa shaykhi, kuwaas aan xadda lahayn ee mubhamka le waa nasbinaysa. Ama mukhtaska darfu makaan xarfu jar baad ku jiraysaa. وظرف المكان هو ظرف المكان، اسم المكان مكان ما يعيوي، اسم المكان بوس ما يعيوي، اسم كاسو اسم المكان كاسو المنصوب لقرن هاي بتقدير معنى في معنى هذا لسوء قدري، نحو أمام هريوي وخلف قذالوي وقدام هريوي ووراء قذالوي وفوق كروي وتحت هوسوي وعند أكتاذوي وإزاء meel kugu aadan oo ku qaabilsan wey, way izaa'a ku aadan wey qaabilsan, wa xidaa'a meel ku aadan oo qaabilsan, wa maca la jirta wey, wa maca maca sheekhi sheekha la jirkiisa, wa maca lafdiga waa jira ha, maca jalastu maca sheekhi, wa maca wey annaka waa nooga boodi. وإزاء وي وحداء ملك آدم وي وتلقى ملك أبي صموي وثم ثاكري وثم ما شاسو وهنا هلك وي وما أشبه ذلك وحاوي شبه باب الحال. والله سبحانه وتعالى.